مع النادي الاهلي للهجوم على شمالنا في اول الكرات. رمضان يلعب الكرة عند كاستيلو بيدي الانذار كابتن علاء حسن بيقول له العب الكرة من مكانها. مسجل النقاطي احمد ابراهيم وسيف اسلام عايز يعدي يلعب الكرة كويس قوي عند رمضان اللي عايز يلعب الكرة العادل على الدايرة تمريرة حلوة قوي على بياخد المأمورية الهجومية مكان ياسين. ديفيز بيقول لابراهيم اطلع على الدايرة لكن يلعب التمريرة هايلة على الدايرة. الخطوط الأمامية هي اللي عندها عمل زيادة. سيسا بقطع من على الجناح الشمال لكن أربع خطوات اتنين على طول لياسين لمودي اللي يعمل هجوم. الخطف عند أحمد حسام اللي يلعب الكرة لأحمد الأحمر اللي بيعايز يعمل هجوم سريع. سيف يلعب الكرة حلوة قوي لرمضان. 2-1 يجري مرة تانية الزمالك ولكن قطع من جوه الستة متر. سيف هاني فوكس يلعب الكرة ولكن أحمد مجدي يتصدر للانفراد. قرار اللجنة العليا للحكام والسوبر فايزر كابتن مصطفى المعملي ويحرز. جاز عند احمد الاحمر اللي عايز يعدي لكن يقفل قدامه كويس قوي. يقفل قدام عند فوكس. فوكس اللي عايز يمر ولكن يقطع الكره في التمريره الفولي وتروح في انفراد للاحمر. هوهو حميد في الانفراد في المعاد. تمرير الخط الخلفي رمضان يقطع الكره لكن تروح مره ثانيه. شادي تروح له في انفراد مع حميد لتاني مره. هوهو السيد حميد. الخط الخلفي لفيصل صاحب قرار باستمرار. كرة فيصل من الباك الشمال وحميد لازال التمايز. ديفيد بيقول له كمل مع الكرة عايز يخلي الدفاع يكمل مع الكرة لكن احمد دخول بقوة فاول مهاجم ثبات المهاجم. الكرات بتلات هجمات. مرة تانية عايز يعدي فوكس يلعب الكرة لعبد الرحمن. يا جملة تكتيكية ما بين الخطوط مركز ثلاثة وطريقة الدفاع اللي عاملها ديفيد ديفيز دلوقتي بتلعب على التسعة متر عشان يراقب الخطوط الخلفية ولكن تروح المرة دي الخطوط الأمامية ويحرز الهدف. أكرم يسري من جناح اليمين ليقلص الفارق لثلاث أهداف. أدي الكرة اثنين. مباراة القطبين سارة لكرة اليد المصرية. فيصل صاحب قرار يطلع يشوط الكرة من 10 متر ويتميز من بداية اللقاء إلى الآن باستمرار. في حسام عند الفولي اللي يلعب الكرة لمودي اللي عايز يعدي لكن بيراقبه شادي كويس يلعب الكرة. حسام عايز يعدي فيصل لكن واقف قدامه دفاع الزمالك اللي عايز يمرر الكرة ياخد قرارين ويلعب الكرة لمين؟ حاليا من الشوط الأول لصالحه بفارق 5 أهداف 13-8 يلعب الكرة قوية وحميد يتصدر 7-3 عامل مباراة كبيرة. حمايد أحمد حسام يجري يجيب الكرة عايز يعمل هجوم خاطف لنادي الزمالك يلعب الكرة عند ياسين. إشارة تحذير باللعب السلبي. مرة تانية عايز يعدي مودي أو يلعب على الدايرة في إيقاف مؤقت دقيقتين. البطولة نادي سبورتنج حصل على المركز الثالث بعد فوزه قبل هذا اللقاء بفارق هدفين على البنك الأهلي في تاني لقاءات. مرة تانية يلعب الكرة حلوة الأحمر يمررها ولكن دفاع من داخل الستة متر. حسام معتمد وبيدي رميه جزائيه واقع على الارض. شادي بيوقف الملعب واقع على الارض. شادي ان شاء الله يقوم سليم في الكره اللي فاتت بس ما ياخدش ايقاف. دي اكرم يوسف رميه جزائيه وحميد مباراه فرديه ما بين الاثنين ويحرز على يمين حميد ويخلص. تمرير سيب الكره عند رمضان اللي عايز يلعب الكره على الدايره لكن تروح سهله عند فتح. ياسين باك شمال عايز يطلع يشوط محمد لكن حائط صدق. كبير الفني اللي بيك سجد في اخر محطاته التدريبيه في المجر واللي بالمناسبه مره تانية عايز يعدي الفولي وبذكاء في الاداء بيعدي الفولي اداء. اكرم يسري للرميه الجزائيه والمباراه الفرديه وحميد ويحرز الهدف ليقلص نادي الزمالك الفارق لهدفين 7-5. البطولات مره تانية عايز يعدي يلعب الكرة هايلة 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 بيستلمها دولة من على الدايرة من قافلين على الخط الخلفي نادي الزمالك. أحمد سامح حل فردي يلعب الكرة بطريقة جماعية هنا الكرة اللي بيحرز الهدف يقلص الفريق الهدفين 8-6 لصالح النادي الأهلي. عايز شوت الكرة فيصل صاحب قرار للزمالك ومنتخب مصر إياب محسن. مرة تانية الفولي يلعب الكرة قوية الفولي. لاعبين اللي لعبوا لمصر بطريقة دفاعية قوية قوي عايز يمرر الكرة على الدائرة ولكن تروح لدفاعات الزمالك
اللي يعمل رمية حرة عايز يعمل سرعة وياخد خطوة. هنشوف قرار الحكمين ايه. حسام معتمد بيقول له اهدى واقع على الارض الفولي. هنشوف قرار مرة تانية. يسيب الكرة عند الفولي اللي عايز يعدي الفولي او ياخد قرار تصويب ولكن يلعب لخالد وليد اللي بيحرز الهدف الثاني ليه في اللقاء والثامن لنادي الزمالك ويعمل ريمونتادا ويخرج. رمضان عايز يعدي يسيب الكرة مرة تانية عند رمضان اللي هيشوط الكرة ويتصدى فلفل يتصدى ولكن ياخد الكرة رمضان تقاطع في الخط الخلفي يروح عند فوكس في الباك الشمال صانع الالعاب. فاول مهاجم فاول مهاجم سامح فولي يلعب الكرة من بعيد ولكن المميز اليوم حميد حميد يتصدى للتصويبة تروح لرمضان اللي عايز يشوط الكرة يعمل خطورة الباك اليمين لنادي الاهلي يلعب الكرة حلوة قوي محسن رمضان الباك اليمين عن طريق خالد وليد بالتحديد اللي قدر يقلص الفارق لفارق هدفين وبياخد ياسر سيف. هنشوف قرار الحكمين ايه. هنشوف قرار الحكمين. حسام الكارت الاحمر الثاني للنادي الاهلي ياسر زياد حشاد يلعب الكره عند احمد الاحمر اللي بيشوط الكره ويعمل لاشين يلعب الكره عند مجدي في الباك الشمال يلعب الكره عند لاشين اللي يشوط الكره لاشين ويحرز للنادي الاهلي لاشين ياسين حسام حشاد عايز يعدي يلعب الكره لحسام اللي بياخد رميه جزائيه احمد حسام بيتكلم معاه في الكره اللي فاتت يهوش اكرم يسر مع حميد ويحرز الى عايز يلعب الكره ولكن يقطع الكره زياد حشاد في التمريره يروح عند مازن رضا اللي عايز يلحقه مازن رضا يحرز ياسر سيف والمصري يلعب الكره لراضي اللي عايز يعدي يلعب الكره على الدايره يا دوله وياخد رميه جزائيه فلفل مباراه فرديه كاستيلو فلفل كاستيلو فلفل ويحرز كاستيلو التقدم للنادي الاهلي 12 10 بفارق هدفين كاستيلو عن 90% تقريبا زياد حشاد عايز يلعب الكره خالد وليد خالد وليد يس خالد وليد عايز يعدي يلعب الكره لعادل اللي بيعمل الكره حلوه مره تانية الفولي يا عدى حلوه قوي مهاره عاليه قوي من لصالح النادي الاهلي لو جت الكره في الاعاده بيعمل المروحه بسرعه عاليه فاول مهاجم على احمد مجدي مجدي الكره عند الفولي اللي عايز يلعب الكره لخالد وليد لكن يقطع الكره كاستيلو عايز يعمل السرعه من اليمين يلعب الكره حلوه قوي عند راضي عند راضي عند راضي مهاره عاليه راضي ده انا عادي خط خلفي مره ثانيه زياد حشاد مهاره فرديه زياد حشاد يلعب الكره للفولي عمل خداع حركي يلعب الكره حلوه من الشمال الفولي هو منعه من استلام الكره مجدي اشاره تحذير باللعب السلبي عايز يعدي الفولي يلعب الكرة لحسام تروح عند زياد حشاد اللي يجيب الكرة بسرعة وعايز يعمل زيادة هجومية ويشوط الكرة زياد حصل للبطولة كنادي الجزيرة اللي حصل على 23 نقطة وحصل على المركز الخامس في بطولة المحترفين هذا لنادي الزمالك 14-14 مباراة كانت كبيرة قوي للقطبين في الشوط الأول أحمد الأحمر اللي خد طريقه ولكن حميد يتصدى لاول الكرات حميد عمل الشوط الاول اربع تصديات ورا بعض في اول الشوط ويلعب الكره الحارس مره ثانيه عبد الرحمن ياخد الكره يلعب الكره على الدايره على عادل اللي عايز يلف مع زياد حشاد اللي هياخد ايقاف بطوله الدوري والكاس والسوبر في رومانيا مع دينامو بوخارست وينتظر الفاينل فور في الدوري يطلع مودي يلعب الكره الاحمر يلعب الكره حلوه قوي البكار في الشمال بيلعب الكره حلوه البكار في الشمال الشمال اللي بيحرز الهدف عمر الوكيل بكار يلعب الكره قويه 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 من على الدايره لعادل اللي بيتعادل 15 15
الخط الخلفي. حميد يا حميد تروح اللي غير اتجاه كويس قوي. رمضان يلعب الكرة فيصل في الشمال لزيزو عبد العزيز ياب. زيزو ثالث العالم للشباب عبد العزيز ياب. يرشد يلعب الكرة للفولي يسيب الكرة لأحمد الأحمر اللي عايز يدخل. فاول مهاجم أرض. باك شمال رمضان ولكن يتصدى فلفل يا قوي. زياد حشاد يلعب الكرة عند خالد وليد. زياد حشاد أربع خطوات فكر تفكيرين يلعب الكرة المين. وأربعة مع كابتن وائل عبد العاطي وكابتن محمد الألفي طبعا. زياد حشاد عايز يعدي زياد عايز يمر زياد يلعب الكرة زياد وياخد رمية جزائية. قلت بطولة العالم للناشئين واللي بسببها وصلنا لدور الأربعة حولنا المباراة دي من الهزيمة للنصر. يلعب الكرة على يمين حميد ليتعادل نادي الزمالك. ستيلو يرجع بالكرة سيفهاني يلعب الكرة العادل على يعمل معاه رمية حرة عايز يعدي مرة تانية لكن يقطع الكرة نبيل شريف ولكن يرجع زياد حشاد يقطع. فولي يلعب الكرة بالثبات حميد بثبات يتصدى للكرة يجري عبد الرحمن اللي عايز يلعب الكرة من بعيد ويضيف هدف جديد للنادي. يلعب الكرة قوية في إشارة اللعب السلبي عبد الغني بيطلع يشوط الكرة ويحرز دور اللقاء كابتن عم فتحي. يلعب الكرة قوية لكن يتصدى فلفل. عضو مجلس إدارة النادي سبورتنج جنبه النيرة الأحمر عضو مجلس إدارة النادي. خط خلفي مرة تانية عايز يعدي مودي يلعب الكرة عند أحمد الأحمر دفاع مغلق تماما من النادي الأهلي. يلعب الكرة القائد مدرب العام إن شاء الله نتمنى التوفيق بإذن الله لمنتخب مصر في مرحلته الدولية ويتصدى للكرة دي فلفل ورمية جزائية من دولة. يستلم الكرة تحت الدفاعات تحت الضغط الدفاعي. أبص حضراتكم كاستيل يهوش. سبايسي سبايسي يتصدى للرمية الجزائية بالكرة عند أحمد الأحمر. عبد الغني عايز ياخد قرار تصويب. مودي شارة تحذير باللعب السلبي من حسام معتمد صاحب مهارة مش معقول لعب الكرة. مودي عايز يعدي نبيل يلعب الكرة الفوكس ياخد رمية حرة كابتن علاء حسن بيوقف الملعب واقع على الأرض. فوكس الدولي الجديدة والمستحدثة ياخد ايقاف دقيقتين على طول اهو. تمرير خط خلف يلعب الكرة عايز يعدي يلعب الكرة راضي وبياخد رمية جزائية. كاستيلو كاستيلو فلفل يقوش اول مرة ويحرز كاستيلو التعادل للنادي الاهلي 19 ثانية. يلعب الكرة عند احمد الاحمر تحت خالد وليد. فاول مهاجم اتنين يقول يلعب الكرة في الجناح فعلا لعب له الكرة والمرمى خالي وكاستيلو يتقدم للنادي الاهلي في المرمى الخالي. الهدف بيبقى غالي دايما اقول. سيب الكرة عند احمد الاحمر اللي عايز يعدي يلعب الكرة عند فولي اللي يلعب الكرة حلوة ولكن في القائم لحميد. لعب الكرة حلوة قوي في الجناح وتشوت الكرة شوف القرار بيتصدى له ايقاف دقيقتين. تمرير مرة تانية مودي خط خلفي يلعب الكرة اللي غارت اتجاه كويس قوي عند الفولي يتعادل لنادي الزمالك يتعادل لنادي زياد عددين نادي الزمالك. المرمى خالي النادي الاهلي. مجدي يلعب الكرة من بعيد بره هي في الشمال نادي الزمالك عن طريق بكار ولكن الفولي يعدي بمهارة فردية بيعدي بمهارة فردية الفولي يتقدم لنادي الزمالك واحد واحد. مرة تانية عايز يعدي يلعب الكرة راضي ده معادي. واللقاء الثاني في البيست اوف 3 الافضل في الثلاث لقاءات يشوط الكرة بره رمضان عايز يعدي رمضان يلعب الكرة كويس قوي عند فيصل اللي بيعدي كويس قوي عبد الرحمن صاحب قرار صاحب قرار الدولي
علاء حسن وحسام معتمد، عايز يعد احمد العمر يلعب الكره البكار يمش معقول، تمريره عاليه قوي على الدايره البكار، عايز يعدي يلعب الكره حلوه قوي عند عبد الرحمن اللي بيقف قدامه، لكن خد قرار مؤثره جدا. مره تانية كل كره مهمه، قطع قدامه اكرم يسري، ولكن زياد حشاد بياخد رد ابراهيم، مباراه فرديه او احمد الاحمر، مين هيتفوق على مين؟ ولكن يتفوق احمد الاحمر الافضل في ثلاث لقاءات. مره تانية عايز يعدي، فاول مهاجم بذكاء مالك 22 اهلي، يلعب الكره مره تانية عند الفولي، عايز يعدي زياد يتقدم لنادي الزمالك، زياد حشاد يتقدم لنادي الزمالك من الباك، عايز يعدي يلعب الكرة عند فيصل اللي عايز يمر فيصل، يا عنده قرار، قلت الحق هيشوط، كاستيلو رمي الجزاء بيهاوش اول مرة ويحرز لتاني مرة، بيعدي كويس زياد حشاد وبياخد رمية جزائية كورته دي، اكرم يوسف هو وحميد مباراة فردية بين الاثنين ويحرز الهدف اكرم يسري، احمد حسام رمضان صار التحذير باللعب السلبي، يشوط الكرة فيصل، العلامة دي من حسام معتمد وعلاء حسن، اشارة تحذير بيجاز عند احمد الاحمر اللي عايز يلعب الكرة على الدايرة، بيتصدى فلفل للكرة، يرجع مرة تانية وتطلع بره، عنده حلول في الدفاع احمد الاحمر، عايز يعدي عايز يشوط وياخد رمية جزائية بمهارة في الجزيرة مع معاذ ابراهيم، هيشوط رمية جزائية احمد الاحمر مع ميحة، يهوش اول مرة ويلعب الكرة قوية في بيقطع كاستيلو، عايز يعدي رمضان ويشوط الكرة، رمضان دقيقة وثواني تقريبا على نهاية الشوط الثاني، بيتقدم كاستيلو على احمد الاحمر، خالد وليد عايز يعدي، عنده مهارة البداية والحكاية كانت هناك مع الكابتن ألفي، يلعب الكرة على الدايرة لعادل يشوط الكرة بره عند خالد وليد اللي عايز يعدي، يرجع مرة تانية عند مودي يشوط الكرة، مودي ويحرز الهدف، قدر النادي سبورتنج يحضر اللقاء ثالث المحترفين سبورتنج، ويلعب الكرة زيماني على نهاية اللقاء، نتابع كل ما هو جديد